انا اخي دابا 67 وانا هنايا ودابا الحمد لله عطاوني البقعه ديالي والله ما يجعل بركه بسي الوالي وبسي الباشا وبسي القايد. نعم منطقه ديال الهرارس في قرب المرجان في ارض البقعه الارضيه اللي كانت فيها المطرح دابا تجهزت ديك الدنيا وعطاوني تما بقعه ارضيه فيها 82 متر وعطيني واحد كارت الانعاش ديال المعاونه اللي غادي تعاونوني نتعاون فيها على هذا الزمان وعطيني واحد 6000 درهم ديال الكرا على من نعوض المسائل ديالي نشوف المحسنين اللي غادي يصلحوا لي المكان ديالي. دابا كنطلب شي محسنين اللي غيوقفوا معايا يعدلوا لنا غير المسكين ديالنا بعنا شي كراج هايدا الاولاني اللي غادي نستقر فيه على من نشوف شي محسنين اللي غادي يبنيو لنا شي سكينه ديالنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. هذا هو اللي كنطلب من الاخوان المحسنين جزاهم الله عنا خير. ولادك تينا عندك اخ العزيز كانوا عندي شي اولاد وكل واحد شبر الطيق ديالو هادشي في الثمانينات. دابا ولله الحمد انا دابا رواسي بوحديتي الوالدين الله يرحمه من رحمه الله والزمان صعب شويه. يعني دابا منين عايش؟ منين كتعيش دابا؟ قدرة الله في السماء العلم. انا ماشي من ديك الناس اللي كيخرجوا يطاطيو ما كنسال الا الله اللي كنكون ساجد كنسال الله فقط ومن عند الله كيجيب لك البركه. الحمد لله. ويا عايش من عندي والدك ما عندي شي كنسال الله ديما كنسال الله. الحمد والله تعال شوف انا كان ما كيحرمنيش شي انا باقي دابا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.